كرة موجودة من معتز الموسى، هذه خطيرة في الأمام وفرصة جول. التسجيل في المباراة النهائية، هدف يشعل المدرجات الأهلاوية ويتقدم الأهلي، يتقدم الأهلي بهدف. الكرة الأولى الخطيرة تقريبا في المباراة للنادي الأهلي، لكن التمريرة حلوة التمريرة حلوة، لكن الأحلى وين؟ الأحلى وين؟ الأحلى في الشباك. شوف مرور لمارسينو، الكرة بهذه الصورة تذهب من معتز المول. يا سلام يا سلام، وبعد ذلك الكرة قذيفة قذيفة بهذه الصورة لفيكتور سيموس. فيكتور سيموس رجل الأهلي في هذه البطولة. الكرة تروح من أمامه على طول إلى أمام اللعب، محاولة ياسر يحاول والرقابة والتغطية، هدف بتوقيع ياسر القحطاني بغفلة دفاعية ولكن ببراعة هجومية، ببراعة القحطاني، ببراعة ياسر اللي عمل كل شيء، عمل كل شيء كل شيء إلا اللمسة الأخيرة كانت عن طريق ويلهامسون عبد الله بن سعد، والجماهير الزرقاء تتنفس صعدة. شوف لعادة، شوف لعادة، هذا ياسر عدى 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 ولعبها كرة 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 لم تتجاوز البر. حنشوف 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 عدى ياسر عدى عدى ياسر، الكرة لم تتجاوز خط المرمى، لم تتجاوز لم تتجاوز خط المرمى. مساعد الحكم كان في مكان سليم، كان على خط المرمى. الهدف الهدف سليم. شوين ولا من نفس العائلة؟ أفيدوني أفادكم الله. محاولة اللعب كريستيان ويلهامسون، هجمة للهلال، محاولة تقدم العرضية خطرة، جول جول تياغو نيفيز، تياغو نيفيز، تياغو نيفيز. الهلال ليس زرقة ماء أو سماء، إنما هو موج أزرق في الصحراء. أخيرا وليس آخرا، تياغو نيفيز من خطأ دفاعي وخطأ في حراسة المرمى أيضا من المعيوف في عادة. شوف لعادة عملها 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 كريستيان ويلهامسون، عدت من الحارس، عدت من الرقابة، وتياغو نيفيز. شوف لعادة، شوف لعادة الغزال الشارد، الغزال الشارد عمل العرضية، طلع في توقيت غير مناسب، الحربي ما عمل التغطية، وتياغو نيفيز، تياغو نيفيز على طول على طول على طول على طول في الزاوية في المرمى الفاضي، في المرمى الفاضي. الهدف الثاني في الدقيقة في الدقيقة في